دلوقتي عندنا خبر يخص الفنان محمد رمضان، كشف عن تقديم عمل درامي مغربي واعلن اعتزامه تقديم عمل درامي كمان تلفزيوني في المغرب عن اسره مغربيه، وده كان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بحفله في مهرجان موازيك. وقال رمضان عايز اصور في المغرب واقدم دراما مصريه فيها اسره مغربيه، لان الدراما بتنقل جزء من الواقع. توقعاتك ايه للعمل المغربي ده؟ طيب خلينا نشوف. محمد رمضان 23/5/1988. 5/5. هو عنده دايما تغييرات كده. هو كده خرج من التور. هو 23/5 هو يعني تور جوزاء. تور جوزاء. يا ساتر يا رب، اللهم احفظنا. تور جوزاء. طيب هو قوي كده تور جوزاء مع مش عارفه، بس انا عندي مشاكل مع التور. تور 5 بالذات. رجاله تور 5. ما هو تور وجد، انا بحبه قوي. يعني هيتوافقوا ازاي؟ هو عنيد والجدي عنيد، ازاي هيتوافقوا مع بعض؟ ما ينفعوش. بصي، الجدي يروح للعقرب، يروح للسرطان، الاسد، لا ان انا والاسد دي اكذوبه، تمشوا مع بعض على حسب في توافق شغل بس. طيب هو كان معرض كان عنده شويه مشاكل الفتره اللي فاتت، ما كانتش احسن حاجه اوضاعه، لكن العمل هينجح وهيمضي معاه حاجه تانيه هتتم، والحاجة التانية دي هي اللي هترجعه تاني حاجة كده زي جعفر العمدة، وهتكون مفاجأة. وهو اتعلم ان هو ما يعلنش عن الحاجات القوية غير لما فعلا. برافو يا ايمان، هو في جعفر العمدة 2 فعلا. يا سلام بجد. طب حلوة، انا مبسوطة. بس مش 25. لا ما اعرفش بقى، بس هو في مش رمضان اتنين اللي جاي. يعني بس هو محمد رمضان قال انا مش هبقى معاكم في 25. بس تفتكروا موضوع الجاي المغرب ده هيمشي ازاي؟ اللهجه المغربي صعبه، وهم يعني بيفهمونا بصعوبه واحنا بنفهمنا بصعوبه. لا العكس صحيح، هم بيفهمونا بمنتهى السهوله. طب احنا هم بيغنوا ام كلثوم وعبد الوهاب. بيسيبك من 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 يعني من بيوصلوا زي كده زي الكويت وزي السعوديه، ما بيوصلوا في الاخر للغه وسط كلنا بنفهمها. ممكن. صح ممكن.